ببلاد برا جريمة تعتبر اللي بفوت على موظف. الدوائر الحكومية كلياتنا بنحسب ألف حساب لنمشي أي معاملة بشي دائرة حكومية، حتى بأروق أيامنا بناخد ابتسامتنا العريضة وورقنا ومحارم لنمسح رزاز الموظف المبحوت علينا، وشوي شوي ومنشوف ابتسامتنا العريضة وهي عم تموت وتندسر وتختفي. وبهي الروحة بدك تدير بالك، لأنه رح يطلع لك ألف مدام فاتن وهي عم تخبرك عن ضرورة الأكل. ناكل، بدنا ناكل، نحن مو موظفين عبيد عندكم. فما بالك لو اضطريت تقابل مدام فاتن برمضان وهي مو قادرة تاكل؟ لهيك بيخطر لك تعمل استراتيجية ذكية، انك تروح بكير قبل ما تجوع فاتن وقبل ما يجوع عدنان اللي بقسم الارشيف. صباح الخير. انت عطخانو؟ صباح الخير. صباح النور، اهلين اختي. شو فينا هالمعاملة بعد اذنك؟ هي مو عندي، مو عندي، عند الارشيف. لا يا اختي الله يرضى عليكي، قالوا لي انه عندك. هلا كنت عند الارشيف. فرجيني. راجعنا بعد العيد. لا يا اختي شو بعد العيد، خالصه المعامله، بس بدها توقيعك. في لجنه لازم تجتمع وتدرس المعامله، بعد العيد بتكون جاهزه. رجع بعد شهر. لك يا اختي شو شهر ما شهر، هي ورقه وبس بدها توقيعك. وبعدين يعني البركه فيكي بتنوبي عن ألف لجنه. بعد شهر يعني بعد شهر، خلينا نعرف نكمل شغلنا. طيب مثل ما بدك، بعد شهر بعد شهر. قد يخطر على بالك بما انك مواطن حربوق انك تستنى شوي ليطلعوا كل المراجعين، وتدخل على اساس انك فلتت زمانك وانك قدران تبلو في الموظف وتاخذ منه التوقيع وتطلع. بس ها على رباب يا باسي. اسردي اسردي. يعطيك العافية أختي. شر حدوف وبرطلو هدى حدوف. صدقيني هالورقة زكاتك. سلامتك أختي، خير فيك شي؟ لا لا. أنت شو بدك؟ كيف فتت لهون؟ يعني من الباب وكان مسكر و... دقيت الباب شي؟ أنا سمحت لك تفوت شي؟ هيك؟ لا أحم ولا دستور؟ طيب امتى رح نتعلم الذوق قبل ما نفوت وندق الباب؟ ببلاد برا جريمة تعتبر اللي بفوت على موظف. بركض النايمة وشايلة هالحجاب. شو هالقلة الذوق هي؟ شو هالقلة الضمير؟ يا عم شوم بس. لا يا اختي حقك على راسي، بس انا بقيت شي ساعتين منتظر برا الله وكيلك. بعدين خفت يكون صار لك شي، شفتك لما كنتي داخلي على المكتب وعم تعلقي اللافتة مكتوب عليها سنعود بعد قليل. طيب اطلع لبرا وارجع دق الباب لشوف. يلا يا شاطر. ايه براسي، فورا فورا. تفضل. تفضلي. شو هاي؟ معاملة وبدها توقيعك. ايه راجعنا بعد العيد، خلص الدوام لبعد العيد. لك شو هالعيد، عرسي على العيد. الله وكيلك اذا بأجل الخطبة اسبوع تاني بنت خالتي بتفسخ الخطبة. والله اللي بده يتجوز على العيد بيجي بأول الدوام، ما بيجيني بآخره. قول انك انت ما بدك تتجوز بنت خالتك وعم تتحجج فيني. انا المسكينة سينجل. الله يوفقك دبرينا ياها، وشو ما كلفت انا جاهز. ايه انا مشان هيك عم قلك لبعد العيد. بما انه السوريين طلعوا بسنه 2011 ليزوروا قرايبينهم برا البلد ولهلا ما عرفوا يرجعوا، فاضطروا بهالسنين يتعاملوا مع انواع كثيره من هالموظفين، والحمد لله صاروا خبره بالسيستم. يو وبعدين يا خيي بعدين، وما تجي بعد الظهر وهسه ماني فاضي. بس الشهاده لله ببلدنا كل شيء غير، يعني الموظف اللي ماله فاضي بغير بلد بعد ساعه او بعد يوم بيفضى، والسيستم اذا كان يوك بعد شوي بصير وار. الا عندنا فقد يمتد عمر انجاز المعامله ابو 4-5 سنين بالميته. بس بالعموم الله يكون بعون الموظف، ولا سيما برمضان، لأنه طجة الختم هو أكل سندويشة لبنة مع كاسة شاي، غير لما بتكون على معدة فاضية، ما هيك؟ هذا البرنامج
برعايه